يحكى أنه يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع، وذلك وفقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع بين الروايات وكتب التاريخ والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، وهي رواية تاريخية ثلاثية تدور في عهد الحاكم أحمد بن طولون. ويحتل المركز الثاني بالقائمة كتاب أربع محاولات للحياة، وهو تجربة رباعية لأربعة كتاب هم الكاتبة مروى سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد، ويعتبر الكتاب مواجهة صادقة مع النفس. تأتي في المركز الثالث رواية عهد دميانة للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، وهي ليست مجرد نص روائي يسرد فترة حرجة في تاريخ مصر، وإنما تجربة إنسانية شاملة للبحث عن الهوية. وجاءت في المركز الرابع الترجمة الأدبية فن قراءة العقول للكاتب هنريك فيكسويس، وهو ترجمة الكاتب صامويل خيري، وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً بكتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث الكاتب فيه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بالمحيطين بها.